خريج معهد الدون بوسكو ملائم للعمل كفني في بيئة أوروبا، يعني ملائم إن هو يشتغل في أوروبا ولا مؤهل يعني؟ Vuole essere più puntuale nella domanda e chiede se lo studente Don Bosco è pronto per essere inserito nel mondo del lavoro in un contesto europeo? Assolutamente sì. Ovunque nel mondo loro hanno un posto di lavoro. في كل مكان في الدنيا بكل تأكيد هم مؤهلين جدا. Io sono in contatto con ex allievi del Canada, in Australia, in Arabia Saudita. هو في تواصل مع الخريجين بتوعنا اللي موجودين في كندا، في استراليا، في السعوديه. Però mi piacerebbe parlare degli allievi che restano qui. وفي كتير طلبه عندهم قصص نجاح موجودين في مصر. Mi piacerebbe che lei chieda a lui dove ha studiato. وين لحضرتك اسالني انا درست فين؟ درست فين؟ يبقى حضرتك نموذج بقى بيستشهد بيه. طب قول لنا بقى حضرتك. طيب. ايوه انا برضه درست هنا في المعهد الدون بوسكو، اتخرجت سنه 2001 من الدون بوسكو. وبعد كده انا كملت الدراسه بتاعتي والماجستير في ايطاليا، اشتغلت هناك، وبعد كده رجعت هنا اهوت، ابتديت كمدرس في الاول في المدرسه. طب ما حضرتك اهو نموذج محترم جدا، وكنت مؤهل للدراسه والعمل في ايطاليا. هو ده اللي احنا بس عايز اوصله للمشاهد اللي بيشوفني النهارده. Perché è molto importante trasmettere a tutti quelli che ci guardano che i nostri allievi sono pronti a lavorare ovunque. Certo, i preparati a dare il contributo positivo ovunque dove loro siano. وهم نموذج مشرف جدا، واحنا دايما بنشكر اولادنا ان هم بيساعدونا في نشر الرساله بتاعتنا، ان هم اي مكان بيروحوه بيكونوا نموذج جميل وناجح.